السلام عليكم. اليوم في شوية أم والد إن شاء الله راح ندير لكم الحميص. يعني خذينا عطلة يا ما ارتحنا فيها وزرنا كامل الأقارب وعيدنا عليهم. اليوم إن شاء الله راح نبدأ يعني الأيام تاع يعني نبدأ نحطوا الوصفات، يعني خاصة الصيفية السريعة الخفيفة. اليوم واش راح ندير لكم؟ راح ندير لكم الحميص على طريقتي، يجي بزاف شباب بما أنه رانا في الموسم تاع الفلفل الحلو والطوماطيش. اذا نديرو بها حميص شابه وتجي بنينه وتجي زاكيه. واش راح نحتاج هنايا؟ راح نحتاج هنا الفلفل اللي كنت غسلته ونشفته كما راكم تشوفوا. كي تجي تشري ماذا بك تخيري هادو اللي يجوا هكا طوال ما يجوش معوجين، باش كي تشويهم باش تجيكم طريقه سهله وسريعه. واش راح ندير انا الان؟ راح نشويهم فوق الفرن عادي. هنا كي تشويهم فوق الفرن او فوق الطابونه يعني تخيبيه، راح يعطيهم واحد لوغو، يعني لوغو تاع القو تاع الشواء. يعني خمن تشويهم في الكوشه، ماشي راح يعطيك هذاك البنه، تجي البنه مختلفه. اذا فوق الفرن احسن. هنا كما قلت لكم الفلفل يعني غسلوه ونشفوه مليح، لانه الا كي نشوه ماشي راح نغسلوه، الا غسلتوه راح تروح له كامل البنه تاعو تاع الشواء. اذا نبدا نشوي فيه فوق الفرن. اللي عندها قرياج من الاحسن دير قرياج وتشوي الفلفل تاعها. اذا انا حنشوي كامل الفلفل تاعي، نشويه مليح يعني حتى يولي اسود، نرجع لكم فيما بعد. هنا نشوي فيه كما رانا نشوفوا، وبداي تقلبي فيه حتى يتشوى كامل باش نحوه. هنا بعد ما شويت الفلفل تاعي كامل، نديرو فيه كيس بلاستيكي ونخليه يعرق مليح، من بعد نرجع لكم. هنا راهو عرق مليح الفلفل تاعي، نجبدوه من الكيس. عمركم الا تغسلوا الفلفل كي تشوه، لانكم الا غسلتوه راح تروح له كامله ديك البنه تاعو تاع الشواء. اذا نحكمو بالظهر تاع الموس ونقشرو بهذه الطريقه، راح تجي طريقه سهله. ولا غسلتوه تحت الماء راح تغسلو كامل البنه تاعو. على هذا اللي نصيتكم انكم تغسلوه قبل ما تشوه، طريقه سهله كما انا نشوفوها. وتنحى بالخف يتنقى يعني تمتم كما رانا نشوفو. انا حنقي امامكم حبه باش تشوفوا الطريقه كيفاش، هكذا باش نعاونوا اخواتنا المبتدئات كي يدخلوا يعني للمطبخ ما تجيهم حتى حاجه واعره. اذا نفتح الفلفل تاعي كما رانا نشوفو، نحيلو الراس تاعو. هنا اللي يحب الحميص تاعو حار معناها غير يزيد الفلفل الحار يشويه معاهم ويديروه. انا هنا في الدار ما ناكلوش الحار، على هذا ما درتوش ما استعملتش الحار. اذا نحيدو كامل الزبده ونبدا نقطع فيه، نقطعه رقيق من الاحسن. هنا كاين اللي يحبوا يستعملوا المهرز، هنا لكم اختيار، تقدروا تملهزوه يعني بالمهرز. انا نستعمل هذه الطريقه، نقطعه رقيق وكل وحده لها اختيار. هنا عطيت لكم الحميص انا على طريقتي، دائما نعطيكم الطرق البسيطه السهله. نتمنى انها تعجبكم الطريقه. اذا بهذه الطريقه انا حنكمل كامل الفلفل تاعي ونرجع لكم فيما بعد ان شاء الله. اذا انا هنايا حكمت كميه تاع الطوماطيش، سكرفجتها مسكرفجه يعني الطوماطيش، وحوالي 4 فصوص تاع الثوم حتى هما مسكرفجين فوق النار في المقله. ندلهم كمية قليلة فقط تاع الزيت، يعني حوالي مغرف فقط، منكتروش الزيت، حاجة كمية قليلة فقط. إذا نطيب هذيك الطوماطيش مع الثوم، نخليها تغلي شوية. هنا غلات شوية هذيك الطوماطيش تاعي مع الثوم. واش راح ندلها؟ راح ندلها هذاك الفلفل اللي كنت شويته وقطعته، نزيدو عليها ونخلي الكل يطيب مليح حتى يتجمروا، يروح لهم كامل داك الماء تاع الطوماطيش وينشفوا مليح باش نحيهم من النار. هنا نوصيكم لازم تخلوهم يتجمروا مليح، وهاديك الفلفل هذاك راح يطلق البنه تاعو تاع الشوا مع الطوماطيش. اذا نخليهم يتجمروا مليح. اذا ها هو الحميص تاعي كما راكم تشوفوا، حتى نشف كامل يعني الطوماطيش هذيك نشفت كامل الماء تاعها وتجمرت مع هذاك الفلفل تاعنا اللي شويناه.
اذا الان حنطفي عليه وخلوه حتى يبرد باش نتبلو امامكم. انا هو الحميص تاعي درته في علبه تاع بلاستيك، واش راح ندلو؟ ندلو زيت الزيتون، واللي ما تحبش زيت الزيتون دير زيت عادي، ندلو يعني كميه مليحه تاع زيت الزيتون بهذه الطريقه. اذا ندلو كميه قليله تاع الخل، ما نكثرش الخل بزاف، ندلو الملح، تبلوه بالملح. وانا نحب نزيد له كميه تاع الفلفل الاسود راح يعطي له طعم هايل لهذا الحميص هذا. اذا نخلط مليح داك الحميص تاعي، هنا بعد ما خلط الحميص تاعي مليح، هنا في هذه المرحله كي يبرد مليح الحميص تاعك تقدري تغلقي عليه وديريه في الثلاجه، يعني صالح لغايه اسبوع، يعني حتى الاسبوع ما حش صرا الاول وما حش يفسد. يعني اي وقت تحبي الحميص راح تصيبيه واجد. طريقه سهله، يعني توجديه اذا كان عندك فلفل بزاف توجديه وتخليه في الثلاجه تاعك. الان راح نوريكم في طبق التقديم ان شاء الله. اذا ها هو الحميص تاعي واجد، قدمته بشويه تاع البيض المغلي، الزيتون، شويه تاع الطون، والتقديم يبقى اختياري. المهم ان شاء الله تعجبكم طريقتي في تحضير الحميص، وهي وصفه يعني مليحه بزاف في الصيف، يعني قادرة تزيدي معها الا فخيت ولا اي حاجه خفيفه وانت وجدتي يعني الوجبه تاعك تاع الفطور ولا تاع العشاء. واذا عجبتكم الوصفه تاع اليوم ما عليكم غير ديروا لي جيم لافيديو، تشاركوا في القناه حتى يصلكم الجديد. والى اللقاء مع وصفه جديده خفيفه وسريعه، والى اللقاء.